طبعا اليوم احنا امام مديرية الإقليمية تنفيذ البرنامج الذي اصدره التنسيق الوطني لقطاع التعليم اللي فيه وقفات متفرقة في المكان ومحادة في الزمان. طبعا اسباب النزول كما يعلم الرأي العام هي المرسوم المشؤوم او ما سمي بنظام المآسي الذي اتى على الاخضر واليابس، لا سواء بالنسبة للعاملين والعاملات في القطاع او بالنسبة للمدرسة العمومية. طبعا هذه السنوات احنا كنشوفوا نساء ورجال التعليم يعني استعملوا كل وسائل يعني تفاديا اننا نوصلوا لهذا الوضع ديال الاضراب وديال الوقفات الاحتجاجيه، ولكن الطرف الاخر اللي هو الوزاره والدوله والحكومه يعني تغض الطرف دائما وكتخلي الامور كما هي على الحال. الوغ بالنسبه لهذا النظام هذا فهو مرفوض بالنسبه للنساء ورجال التعليم. هو كما وصفوه هو واحد النظام ديال المآسي، نظام ديال الإجحاف وأتى على الأخضر واليابس، لا بالنسبة للمدرسة العمومية ولا بالنسبة للعاملين والعاملات بها. نحن هنا اليوم لتجسيد وقفة احتجاجية باسم التنسيقيات الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، ونؤكد على أنها هي تنسيقية خارج أي انتماء حزبي أو نقابي. تأثير على التلميذ نعم، لكن نتساءل هل هي مسؤولية الأستاذ وحده؟ هي مسؤولية الوزارة أولا، أما بالنسبة لمسؤولية التلميذ فالأستاذ لا يجب أن نكون بذاكرة سمك أو ننسى أيام الجائحة. فكما هدف أطر الصحة هدفوا أعناقهم أمام الجائحة، فنفس الشيء قام به الأساتذة بمعداتهم الشخصية وبوقتهم الأصلي والتعليم عن بعد رغم ما له وما عليه، ورجعوا إلى الأقسام رغم كل التهديدات التي كانت إبان الجائحة. فلا يجب أن ننسى هذا. أكثر من ذلك، إن الأساتذة على مختلف الأسلاك وقبل الامتحانات الإجهادية تكون هناك مجموعة من حصص الدعم الغير مؤدى عنها تطوعا وإيمانا منا بتحسين مستوى التلميذ وإعانته على اجتياز الاستحقاقات. وطالب الجهات المسؤولة بإنصاف جميع الأساتذة الذين ضحوا بالغالي والنفس في مجال التدريس وأفنوا زهرة عمرهم وبذلك لم ينالوا مستحقاتهم. فهناك فئات كثيرة متضررة من بينهم العرضيين الذين قدموا خدمات في القرى وفي المداشر وفي الجبال، ومع ذلك ضاعوا في سنوات بحيث تم احتساب سنة 2007، ومنهم من عمل سنة 1980 كأول عرضي وربما أكثر بكثير من 1980 بل 1978. لذا نطالب الجهات باسترجاع هذه السنوات واحتسابها في صندوق التقاعد، وكذلك بالنسبة للزنزانة 10 إعادة النظر في هذا الأمر. كذلك بالنسبة للانتقال، هناك انتقالات تعسفية، لذا نطالب إرجاع كرامة الأستاذ وإحقاق الحق وإبطال الباطل وإعطاء للأستاذ القيمة والكرامة التي يستحقها كأيها العاملون في الوظيفة العمومية أسوة بقطاع الصحة وبقطاع الفلاحة وبجميع المالية. ولهذا نجد أن الأستاذ مهان ويعاني من إهانة كبيرة جدا في بالنسبة للقطاعات الأخرى. لذا نطالب الوزارة الوصية بإحقاق الحق وإعطاء الكرامة ويرجع ماء الوجه لكل الأساتذة الذين كونوا أجيالا ثم أجيالا ويؤدون وظيفة سامية ووظيفة نبيلة. لهذا أدعو الوزارة الوصية إلى إعادة النظر في كل التقارير والقرارات المتخذة وإنصاف الأستاذ، وشكرا لكم.